بكم زغدود اسماعيل. سي زغدود اسماعيل نلقى وسهلا. من انا كنت اطار في الدوله ومتقاعد. متقاعد راني ندي في التقاعد الحمد لله. وراهي الفئه هذه تاع راهي قوه عظيمه في الجزائر وراهي مهمشه. عطينا لبلادنا مده 15 سنه. وين هي الفئه هذه؟ فاش انا كنت رقيب اول. والفئه هذه وصلنا الميساج. بصح المسؤولين ما بغاوش يسمعونا. حقوق كامل هضموها. مدينا البلاد هذه 15 سنة. خرجنا الإرهاب. باش الشعب يكون في أمن. واليوم كان الباب اللي راح تدقوا يقفلوا عليك. رحنا للدائرة باش نطلبوا أبسط الحقوق. يقول لك انت ما تديش لانك خدام في العسكر. لا، على خدام العسكر ماهوش مواطن، جاي من تونس. خدمنا البلاد هذه والله لكثرنا خير، الله لكثرنا خير. واش داروا لكم على التقاعد تاعكم؟ واش مازال ما تسواش ولا حاجه؟ ما تسوات. درنا لجنة عندنا التنسيقية هنايا يوصلوا. وش اسمها التنسيقية؟ التنسيقية تاع المتقاعدين والمعطوبين. معطوبين تاع جيش التحرير؟ تاع الجيش الوطني الشعبي. المتقاعدين والمعطوبين. درنا اللجنة، واللجنة هذيك تروح تطلع للجزائر يوكلوهم يسكتوهم ويجيو يقولوا لنا اصبروا. جماعة اللجان هذوك بعدين نبعثوهم باه يوصلوا صوتنا للفوق، يوكلوهم يجربوهم يعطيوهم ليهم هما. ولكن الفئه نتاعنا حنا هادو تدخل في اللجنه انت. ما ندخلش في اللجنه لانه ما نقدرش ندخل انا اللجنه، ماهوش من اختصاصي انا باش ندخل اللجنه. كاين ناس مختصين، انا ما نعرفش الاداره، انا كنت في التيران. كاين ناس مختصين اللي يدخل اللجان هذه وهما في بعضهم يعينوا بعضهم ان شاء الله. بمقر وزارة الدفاع الوطني حامي حمى الوطن والشعب، ووفق التقاليد العسكرية الرسمية العريقة للمؤسسة، ترأس اللواء سعيد جنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اجتماعا لإطارات وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. الاجتماع استهل بوقوف الجميع دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد المغفور له الفريق أحمد قايد صالح. بعدها ألقى السيد اللواء سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة كلمة أكد فيها على الدور المحوري الذي قام به الجيش الوطني الشعبي رفقة الشعب الجزائري في مواجهة المؤامرة الخطيرة التي كانت ترمي إلى ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف. اجتزنا جنبا إلى جنب مع شعبنا في الفترة الأخيرة من تاريخنا المعاصر مرحلة حساسة تعرضت بلادنا خلالها لمؤامرات خطيرة بهدف ضرب استقرار الجزائر وتقويض أركان الدولة وتحييد مؤسساتها الدستورية والدفاع بها إلى مستنقع الفوضى والعنف. إلا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات وسيرت هذه المرحلة بحكمة وتبصر من خلال السهر على مرافقة المسيرة السلمية وحمايتها دون أن تراق قطرة دم واحدة، علاوة على مرافقة مؤسسات الدولة وتمكينها من أداء مهامها في أحسن الظروف، والإصرار على البقاء في ظل الشرعية الدستورية والتصدي لكل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية. ولقد ساهم الجيش الوطني الشعبي إلى جانب مصالح الأمن في إنجاح تنظيم انتخابات رئاسية حرة
ونزيهة وشفافة، وتأمين العملية الانتخابية، وضمان جو من الهدوء. وفي هذا السياق فإننا نؤكد أننا سنبقى مجندين في خدمة الوطن، ولن نتخلى عن التزاماتنا الدستورية مهما كانت الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في مواجهة أعداء الوطن وكل من يحاول المساس بسيادتنا الوطنية. السيد اللواء أبلغ الحضور شكر وتقدير وعرفان السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود الحثيثة والمضنية التي تم بذلها خلال المرحلة الحساسة والحاسمة التي مرت بها بلادنا. وفي هذا الصدد أود أن أبلغكم شكر وتقدير وعرفان السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، ومن خلالكم إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي على كل الجهود الحثيثة التي تم بذلها من طرف الجميع، سواء خلال تسيير المرحلة الحساسة التي مرت بها بلادنا، أو فيما يتعلق بجهود تأمين الانتخابات الرئاسية في جو من الأمن والسكينة، مما مكن الشعب الجزائري من أداء واجبه الانتخابي بكل حرية وديمقراطية، فضلا عن الجهود المضنية التي تم بذلها خلال تشييع جثمان المغفور له الفقيد الفريق أحمد قايد صالح. السيد اللواء حرص على التذكير بأن المعايير في تولي الوظائف والمناصب أو أي مسؤولية مهما كان حجمها هي معيار تقديس للعمل باعتباره سر نجاح، فضلا عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة والإخلاص للجيش وللوطن. وهنا أود التأكيد وبكل صدق وصراحة أن المعايير الأساسية عندي في تولي الوظائف والمناصب أو أي مسؤولية مهما كان حجمها هي معيار تقديس العمل باعتباره سر النجاح، فضلا عن الكفاءة والمقدرة والجدية والنزاهة والإخلاص للجيش وللوطن. ولا يسعني عشية حلول السنة الميلادية الجديدة 2020 إلا أن أتقدم إليكم وإلى أهلكم وذويكم بأحر التهاني، راجيا من الله أن تكون السنة القادمة سنة خير على جيشنا وعلى بلادنا. في الختام أدعوكم جميعا للترحم على أرواح شهدائنا الأبرار، كل شهدائنا، بدءا من 1830 مرورا بالمقاومات الشعبية وشهداء مجازر 8 مايو 1945 وصولا إلى شهداء الثورة التحريرية المظفرة وشهداء المواجب، والتفكير والتدبر مليا في مغزى تضحياتهم لتكون عبرة لمن يعتبر، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.